تخيل أن كائنات فضائية هبطت على الأرض بعد مليون عام من الآن ونظروا إلى سجلنا الجيولوجي. ماذا سيجد هؤلاء الباحثون الفضوليون عنا؟ سيجدون ما يطلق عليه الجيولوجيون والعلماء وغيرهم من الخبراء اسم الأنثروبوسين أو العصر الجديد للبشرية. التأثيرات التي نخلفها نحن البشر أصبحت منتشرة جداً وعويصة ودائمة، لدرجة أن بعض الجيولوجيين يرون أننا نستحق فترة جيولوجية خاصة بنا التي ستصبح وحدة جديدة على مقياس الزمن الجيولوجي الذي يعود لأكثر من 4.5 مليار سنة أو منذ أن تشكلت الأرض. قد يعادل تأثير البشر الجديد تأثير انهيارات جليدية تكونت في عصور جليدية عديدة أو تأثير الكويكب الذي أهلك معظم الديناصورات. ما هي الفترة الجيولوجية؟ ببساطة شديدة هي واحدة من وحدات قياس الزمن الجيولوجي. هناك البلايستوسين وهو فترة ثلجية شهدت تطور البشر الجدد، وهناك الإيوسين الذي كان منذ أكثر من 34 مليون سنة زمناً دافئاً والذي حدث فيه انجراف القارات لتأخذ شكلها الحالي. إن التغييرات في المناخ والأحافير التي نلحظها في السجل الصخري تساعدنا لنميز بين هذه الفترات الجيولوجية وتساعد الجيولوجيين في تحديد الزمن القديم. إذن ماذا سيكون تأثير سجل البشر الجدد على الكوكب؟ هذا لا يعتمد على الأشياء الأكثر وضوحاً لنا اليوم مثل غرق المدن، إذ قد يصبح من الصعب إيجاد مدن مثل نيويورك وشنغهاي حين تكون مدفونة بين الصخور بعد مليون سنة من الآن. ولكن البشر أوجدوا أشياء جديدة في هذا العالم، أشياء لم تكن موجودة على وجه الأرض من قبل مثل البلوتونيوم والبلاستيك. لقد قام الجيولوجيون المعروفون باسم علماء وصف طبقات الأرض، وهم من يقومون بتحديد مقياس الزمن الجيولوجي، باقتراح تاريخ لبدء الأنثروبوسين في حوالي عام 1950. هذا هو الزمن الذي بدأ فيه البشر بإطلاق القنابل النووية في كل مكان حول العالم وإطلاق عناصر جديدة في الهواء، وستبقى هذه العناصر في السجل الصخري وحتى في عظامنا وأسناننا لملايين السنين. وفي خلال 50 عاماً فقط صنعنا كمية من البلاستيك على الأقل 8 ملايين طن، كافية لتغطية العالم كله بطبقة رقيقة. وسيظهر ما بعد وما قبل نشاطات البشر في الزراعة وصيد الأسماك وتقطيع الغابات في أي من هذه الطبقات الأرضية، لأن هذا النوع من النشاطات هي التي تتسبب في انقراض الفصائل الفريدة من النباتات والحيوانات. فقد بدأ هذا الانقراض قبل أكثر من 40,000 سنة تقريباً بالتزامن مع انتشار البشر خارج أفريقيا ووصولهم لأماكن أخرى كأستراليا، متسببين في بدء اختفاء الحيوانات الكبيرة المحببة والصالحة للأكل. وهذا ما حدث بالنسبة لأوروبا وآسيا، وما حدث للماموث المغطى بالصوف، وأيضاً بالنسبة لأمريكا الشمالية والجنوبية. بالنظر إلى فصيلة تجولت في الكوكب لبضع مئات الألاف من الأعوام، فإن الإنسان الحديث يترك تأثيراً كبيراً على مستقبل السجل الأحفوري. وهذا يعني أيضاً أنه حتى لو اختفى البشر غداً، فسيكون التطور منساقاً باختياراتنا حتى اليوم. فنحن نصنع عالماً جديداً متجانساً، عالماً من نباتات وحيوانات مفضلة بعينها مثل الذرة والفئران، ولكنه ليس عالماً مرناً مثل العالم الذي تم استبداله. وكما يظهر السجل الحفري، فالتنوع بين النباتات والحيوانات هو الذي يسمح لأزواج فريدة من النباتات والحيوانات أن تستجيب للتغيرات البيئية وتزدهر حتى بعد نهاية العالم. هذا ينطبق على البشر أيضاً، فإذا عانت النباتات البحرية المجهرية كنتيجة لزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون على سبيل المثال، حينها سنفقد نحن المصدر لنصف الأكسجين الذي نحتاجه للتنفس. وهناك أيضاً الآثار التي ستغطي الصخور في المستقبل. فميل الناس إلى حرق الفحم والبترول والغاز الطبيعي نشر قطعاً دقيقة من السخام حول الكوكب بأكمله. يقابل هذه الآثار ارتفاع هائل في كمية ثاني أكسيد الكربون في الهواء بما يتعدى 400 جزء في المليون الآن، أي أعلى من أي كمية استنشقها أي إنسان حديث من قبل. حتى الآن يمكن العثور على سخام مماثل في الصخور القديمة من الحرائق البركانية التي تعود إلى 66 مليون سنة فائتة، ويمثل هذا السخام سجلاً للكارثة التي سببها كويكب في نهاية العصر الطباشيري الأخير. لذا فالمحتمل أن السخام الذي أنتجناه سيظل موجوداً بعد مرور 66 مليون سنة من الآن، وسيكون سهلاً على أي كائنات فضائية مهتمة أن تعثر عليه. بالتأكيد هناك فرق مهم بيننا وبين كويكب، فالصخرة الفضائية لا خيار لديها سوى اتباع الجاذبية، أما نحن فنستطيع أن نختار غير ذلك. وإذا فعلنا ذلك
فما زال هناك أمل أن يكون هناك نوع من الحضارة الإنسانية بعد آلاف أو حتى ملايين السنين من الآن، وهذا ليس بالسجل السيء الذي يجب أن نطمح إليه. هل شعرت يوماً أنك لا تعرف ما يكفي عن جسمك؟ اشترك في هذه القناة لمعرفة المزيد عن كل شيء، بدءاً من الصلع وحتى نمو العضلات وحتى السبب في وجود شعر لدينا في مثل هذه الأماكن العشوائية. ابقى على تواصل وكن فضولياً.